لا تستطيع شفق أن تتحمل بقاء جولدا وعائلتها في المتجر وتجد طريقة لمساعدتهم، لكن الطريق الذي يجده يسبب لشفق مشاكل لم يتوقعها أبداً. تستمر جولد التي تقيم في المتجر مع أميرها وملك في البحث عن منزل. شفق التي تريد أن تفعل شيئاً لهم، تريد أن تمنحهم المنزل الذي أعدته والدتها لها. مع العلم أن جولد لن تقبل مثل هذه المساعدة، تعقد شفق اتفاقاً مع وكيل عقاري وتسمح لجولد باستئجار المنزل مقابل مبلغ زهيد. جولد التي تشعر بالسعادة للعثور على منزل جديد، تشارك عائلتها حماستها غير مدركة لكل شيء. لكن هل ستدرك جولد التي تواجه حدثاً غير متوقع أن كل هذا هو لعبة شفق؟ تترك جولد في المنتصف عندما يتخلى مالك المنزل عن استئجار منزلها. ترى بيرلا أن خدعة مرضها لم تعد فعالة. بينما تستعد جولد للانتقال إلى منزلها المستأجر الجديد، تعلم أن المالك قد تخلى عن استئجار المنزل وتشعر بالحيرة بشأن ما يجب فعله. ورغم إصرار جولد تولي التي تبقى في الشارع مع أبنها، إلا أنها لا تذهب إلى منزله. جولدا التي وجدت الحل للبقاء في المتجر لفترة من الوقت، تبدأ في البحث عن منزل مرة أخرى. عندما تسمع شفق كل هذا، تفكر فيما يمكنها فعله لمساعدة جولد. من ناحية أخرى، مرض بيرلا يسمح لها بالبقاء في القصر وتكون قريبة من كيرم. من ناحية أخرى، لا يستطيع كيرم منع نفسه من التفكير المستمر في سوريا، على الرغم من تحرك بيرلا. ماذا ستفعل بيرلا عندما ترى أن المرض الذي أخبرته كيرم لم يعد يعمل؟ تحزم جولد أمتعتها لتنتقل إلى منزلها الجديد. ما هي المفاجأة السيئة التي تنتظر جولد التي نجت للتو من تركها في الشارع؟ ثوريا التي تعتقد أن بيرلا وكرم على علاقة، تبدأ في التصرف بقسوة تجاه كيرم. على الرغم من أنه حزين في الداخل، إلا أنه غير مرتاح للغاية لوجود سوريا بيرلا الذي يتعين عليه الحفاظ على مسافة بينه وبينه. تحاول بيرلا التقرب من كيرم بالتظاهر بالمرض. من ناحية أخرى، تحزم جولد أمتعتها للانتقال إلى منزلها الجديد. أميرهان حزين جداً لترك مدرسته وأصدقائه. تشعر جولد بالصدمة عندما ترى ابنها في هذه الحالة، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء. بينما تقوم جولد بحزم أمتعتها، تتلقى أخباراً غير متوقعة. ما هي العقبة التي ستواجهها جولد التي تحلم بإعادة بناء كل شيء هذه المرة؟ عندما ترى سوريا أن بيرلا وكرم قريبان، فهو متأكد من أنهما عاشقان ويشعر بخيبة أمل كبيرة. من ناحية أخرى، جولد في عجلة من أمرها للبحث عن منزل. هل ستتمكن جولد التي تحاول تجنب تركها في الشارع من العثور على منزل؟ تمرض بيرلا فجأة وتسقط بين ذراعي كيرم. عند رؤية ذلك، تشعر ثريا بخيبة أمل كبيرة وتعتقد أن كيرم وبيرلا عاشقان. بيرلا سعيدة جداً عندما ترى أن كيرم مهتم بها. من ناحية أخرى، بينما تبحث جولد عن منزل جديد للانتقال إليه، تعلم أن المنزل الذي تعيش فيه قد تم بيعه. تأتي تولي الإنقاذ جولد التي تعتقد أنها ستنتهي في الشارع إذا لم يخلو المنزل في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن تولي تريد أن تأخذ جولد إلى منزلها، إلا أن جولد لا تريد أن تضعها تحت هذا العبء وتواصل بحثها عن منزل. ماذا ستفعل جولد التي تتجول في الشوارع بلا حول ولا قوة؟ عند سماع ذلك، تريد تولي أن تفتح أبواب منزلها لجولد. من ناحية أخرى، سيتعين على جولد استئجار منزل متهدم لتجنب تركها في الشارع خلال فصل الشتاء. يغضب طارق بشدة عندما يكتشف أن رنا لديها صديق. من ناحية أخرى، يشعر رنا بسعادة غامرة لأن اللعبة التي لعبها للقبض على طارق كانت ناجحة.
تدعو رنا طارق وحميرة إلى منزلها لتناول العشاء. على الرغم من أن طارق لا يريد ذلك، إلا أنه حضر العشاء بإصرار من حميرة. عندما يصلون إلى منزل رنا، تنتظر طارق مفاجأة كبيرة. رنا تقدم طارق وحميرة لصديقها. يتفاجأ طارق بما حدث ويطلب من رنا حساباً في أول فرصة تتاح له. من ناحية أخرى، تجد ثريا وكرم نفسيهما يقضيان وقتاً ممتعاً في بيئة ممتعة للغاية. من ناحية أخرى، تصاب بارلا بالجنون عندما تكتشف أن كرم وثريا ذهبا لتناول العشاء بمفردهما. بينما تتساءل ثريا عما إذا كان كرم وبارلا عاشقين، فإنه يصادف مشهداً لم يتوقعه أبداً. ثريا مستاءة للغاية عندما تسمع أن لدى كرم خطة أخرى، لكن حزنه لم يدم طويلاً مع دعوة كرم. من ناحية أخرى، تستعد رنا للعبة جديدة للانتقام من طارق. بينما تحضر ثريا مفاجأة لكرم، يشعر بخيبة أمل عندما يسمع أن بارلا وكرم سيخرجان لتناول العشاء. ثريا التي تعتقد أن كرم وبارلا سيخرجان لتناول العشاء بمفردهما، تشعر بالارتياح عندما تعلم أنهما سيذهبان بالفعل إلى عشاء الخريجين. كرم يدعو ثريا إلى عشاء التخرج. تشعر ثريا بالأمل مرة أخرى بعد هذه الدعوة وتبدأ في الاستعداد. بينما تستعد ثريا، تمرض بارلا وتتوقف فجأة عن الذهاب لتناول العشاء. من ناحية أخرى، قررت رنا أن تصبح صديقة مقربة لحميرة. تدعو رنا طارق وحميرة لتناول العشاء وتحضر مفاجأة كبيرة لطارق. ما تتذكره ملاك يزيد آمالها في عودة ذاكرتها. من ناحية أخرى، كرم ممزق بين بارلا وثريا. بينما تحاول تلي استعادة ذاكرة ملاك، فإن ما تتذكره ملاك عن إليف يثير اهتمام الجميع. تزداد آمال ملاك في استعادة ذاكرتها بالكامل، وتشعر بأنها أقرب إلى ابنتها. من ناحية أخرى، تقوم بارلا بتجهيز ألعاب جديدة للحصول على كرم. بارلا الذي يريد اصطحاب كرم إلى حفل عشاء الخريجين يتمكن من إقناعه. تحضر ثريا وجبة مفاجئة لكرم بمساعدة إليف. هل سيكون كرم الذي يستعد لحضور العشاء مع بارلا على علم بخطط ثريا؟ فيلدان يهدد طارق بعدم مغادرة القصر. تحرك فيلدان المفاجئ يضع طارق في موقف صعب. من ناحية أخرى، تبدأ ملاك في تذكر أشياء عن الماضي. فيلدان تهدد طارق بالقول إنها ستكشف ما تعرفه لكل من في القصر.